إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله مساءكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوفكران. فبعد التساقطات المطرية اللي عرفتها المدينة، فخليكم معنا نشوفوا أجواء المدينة، أجواء الشارع الرئيسي، أجواء بعض الأحياء اللي كتعرف حيوية كبيرة من العشية للعشية بالمدينة. مريم وعليكم السلام. إذن مرحبا بكم جميعا مغاربة العالم، مرحبا بآرائكم، مرحبا بتعاليقكم، ومرحبا بكم في هذه الجولة المسائية مباشرة من مدينة بوفكران ومباشرة على قناتكم شوف تي في. إذن هاي الأجواء ننقلها لكم مباشرة مشاهدينا الكرام. إبراهيم وعليكم السلام. هذه أجواء المدينة، الشارع الرئيسي لمدينة بوفكران. مدينة بوفكران تقع في المنطقة واحد كما تعلمون مشاهدي قناة شوف تي في. تم رفع حجر الصحي منذ 11 يونيو، ولله الحمد الحياة بدأت كترجع للطبيعة ديالها، الناس بدأت كتخرج وكتنقل بكل حرية. عليكم السلام أسماء عبد السلام، وعليكم السلام صبات شتا في مكناس. نعم الأخ كريم، كنت في مكناس بعد قليل، قبل قليل كانت الشتا كتصب ولله الحمد، وأيضا طاحت الشتا هنا بمدينة بوفكران. ها هي الأجواء ننقلها لكم مباشرة على قناتكم شوف تي في. إذن كما قلت لكم، فالناس بدات كتخرج كتنقل بكل حريه، كتخرج مع الوليدات ديالها، كيديهم الجرادي، كيديهم البلايص، تعبوا شويه من الحجر الصحي. السلام عليكم، تحياتي لكم رضا النعيم، تحياتي لك اخي الكريم، وتحياتي لكم جميعا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في الأوفياء. إذن غادي نشوفوا بعض الأحياء أو بعض الشوارع اللي كتكون فيها الحيوية من العشية للعشية بمدينة بوفكران. هذا الشارع كيتسمى بشارع سبليون نسبة إلى السلعة اللي كتباع هنا في هذا الشارع، السلعة ديال الخارج، كيجيو الناس كيتغداو هنا. فهاد الشارع كيعرف حيوية كبيرة بمدينة بوفكران مشاهدينا الكرام. إذن مونيا وعليكم السلام أيضا. ها هي الأجواء ننقلها لكم مباشرة من مدينة بوفكران متابعي قناة شوف تي في الأوفياء. إذن شاركونا بالآراء ديالكم، شاركونا بالتعليق ديالكم مشاهدينا الكرام. وفاء قالت لنا طلعوا الحاجب، راه طرات واحد الاكسيدون خايبه بزاف. الاخت وفاء مرحبا، فاحنا بغينا نطلعوا لكن كان فات الفوت، كان مشى الحال، معليش الله يلطف بنا ان شاء الله. اللهم ارفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. إذن شاركونا بالتعليق ديالكم مشاهدينا الكرام، شاركونا بالاراء ديالكم، قولوا لنا انتم واش في المنطقه واحد ولا في المنطقة جوج، قولوا لنا واش الناس محترمين قواعد السلامة الصحية، قولوا لنا الأجواء كي دايرة في الأحياء ديالكم، في المدن ديالكم، في الجهة ديالكم أيضا. دراوي إبراهيم وعليكم السلام، رانيا نسرين، نادية السيمو، المهم كاملين مرحبا بكم. الو رشيد قال لك نبغي القطبان ديال بوفكران، مرحبا بك خويا تاكل القطبان. بوفكران معروفه بالشوايه ديالها وباللحوم ديالها، فان شاء الله يترفع الحجر الصحي بجميع المناطق وبجميع الجهات بجميع المدن المغربيه، وتجيو ان شاء الله لبوفكران تاكلوا الشوا بصحه والراحه.
إذن غادي نعاود نشوفوا أيضا الشارع الرئيسي لمدينة بوفكران. مشاهدينا الكرام، فلو ما طاحت الشتاء كنا غادي نشوفوا أجواء أخرى. الناس كيخرجوا في هاد الوقيته كيتساراو مع الوليدات ديالهم. كنشكركم على المجهودات ديالكم وعلى طريقتكم هاد الأجواء. رضا النعيم، تحياتي ليك أخي الكريم. نادية الكرش، مروان، مرحبا بك أخي الكريم. عمار، إذا كما قلت لكم لو ما صبرت الشتاء فكنا غادي نشوفوا أجواء أخرى، لكن نقدروا نقولوا الشتاء جرات على الناس ودخلوا لديورهم. الصمت لغة العظماء، وعليكم السلام لمنطقة واحد أيضا، خنيفرة واحد، تحياتي لكم كاملين، تحياتي لجميع متابعي قناة شوف تيفي في المنطقة واحد، في المنطقة جوج، داخل المغرب، خارج المغرب، في أوروبا، في الخليج، بجميع أنحاء العالم. لنا متابعين أوفياء كيتابعونا دائما وكيشاركونا بالتعليق ديالهم بالآراء ديالهم. قناة شوف تيفي قناة الشعب أنتم سميتموها كذلك. نادية قالت لنا القصباح ومتي القديمة، مرحبا بك الأخت نادية في الحومة ديالك. سلام، تحية شوف تيفي عيشة، شكرا لك. محمد، مرحبا بك أيضا محمد، وعليكم السلام. إذن كما قلنا لكم فمدينة بوفكران كاينة في المنطقة واحد، تم رفع الحجر الصحي منذ 11 يونيو، وها هي الأجواء ننقلها لكم مباشرة على قناة شوف تيفي. مشاهدينا الكرام، ها هما الشوايات ديال بوفكران، مرحبا بكم. اترفع الحجر الصحي في باقي المناطق وفي باقي المدن، ومرحبا بكم بمدينة بوفكران، جيو تاكلوا الشواء بالصحة والعافية. بغينا نجيو لها إن شاء الله. معتصم محمد، مساء النور. بوفكران تقع بين مدينتي مكناس والحجم، فبوفكران تبع العمالة مكناس وتبعد حوالي 18 كيلومتر على مدينة مكناس و16 كيلومتر على مدينة الحجم. فقي بن صالح كيقولنا السرايدي محمد، مرحبا بك خويا وتحياتي ليك وتحياتي لساكنة الفقي بن صالح. قاسم، وعليكم السلام الأخ الكريم، الله يرحمنا ويهز علينا هذا الوباء، آمين. الأخت مريم الهراس، إن شاء الله في القريب العاجل ترفع لنا هذا البلاء ونرجع للحياة الطبيعية ديالنا 100%. فرغم رفع الحجر الصحي بالمنطقة واحد وبالمدن اللي كاينين في المنطقة واحد، لكن حالة الطوارئ لا زالت قائمة إلى حدود 10 يوليو 2020، يعني أن الحياة مازال ما رجعتش للطبيعة ديالها 100%. نقدر نقولوا 81% الحياة رجعت للطبيعة ديالها، ولو الناس كيتنقلوا بكل حرية بدون ورقة التنقل الاستثنائية، لكن الكمامات الواقية ضروري ومؤكد، مسافة الأمان أيضا ضروري ومؤكد. سيمو سيمو، مرحبا بك. محمود كرامي، أهلا. نادية، مرحبا بك نادية، وعليكم السلام. إذا مشاهدينا الكرام، كشفنا الأجواء ديال المدينة بعد تساقطات المطرية، شفنا الشارع الرئيسي للمدينة، شفنا بعض الأحياء اللي كتعرف حيوية بمدينة بوفكران. أيضا جولتنا انتهت مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، لنا لقاء فيما بعد، ربما غادي نكون معكم في لايف ليلي إن شاء الله، بث مباشر نشوفوا الأجواء الليلية بمدينة بوفكران. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.